السلام عليكم، مرحبا بكم. حكيمة بنت العصيمة معكم، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب العالمين. حبيت اليوم يعني تشاركوا معايا، يعني حنوجد خبز كوشة خفيف بمقادير يعني بسيطة وما تكلفش حاجة يعني وقت كبير. انا وهاد الخبز اللي يعني حنديرو يعني ما نشحن نعجنو، كما تعرفوا الخبز يعني كما نقولوا لا تكنيك جديده اللي راهي ماشي كما زمان نتعبوا معاه ونعجنوا. هذه طريقه غير خفيفه واي واحد يعني يقدر يعني يدير هذا الخبز، ما يطلبني جهد ني قوه. نبداو على بركه الله، نوريكم المقادير. انا عندي هنا زوج كيسان تاع ماء 220 مليلتر تاع الماء دافي، وناخذ مغير فتاع خميره، تعرفوا الخميره تاع الخبز، ونديروا لها ديما مغير فاتح سكر باش يعني الخميره تاعنا تاخذ. وعندي كيما راكم تشوفوا 250 غرام تاع يعني تاع دقيق رقيق بزاف، هذا هو واش نستعمل. وفي الاخير يعني تاني في نطمو بالفارينه ونستعملو يعني شويه تاع كيما نقولوا زوج مغارف تاع الحليب تاع البودره، يعني يعطيه له خفه. ما تصوروش كي ديروا الحليب تاع البودره، انا كنت ندير حليب يعني سائل، نفضل ديما نستعمل حليب تاع البودره. وناخذ حبه بيض الاصفر هذاك نستعمله في الاخير التزيين، وناخذ البلون دوف. وبالنسبه للزرع انا عندي زرع مخلطين دوك نوريهم لكم، ونبداو على بركه الله نسبقو نديرو الخميره تاعنا تخمر. ناخذ هذوك زوج كيسان دافيين، ما نديروش الماء بارد بزاف وما نديروش سخون بزاف. كون نديرو سخون بزاف يعني الخميره تاعنا يعني ما تاخذلناش نتيجه مليحه. نفضلو يعني الماء ديما نديروه دافي، بسم الله. يعني انا هنا ديما نحتفظ بيها باش ما يدخلهاش الريح. ناخد انا مغرفه ملوءه كيما راكو تشوفوا هكذا كبيره بزاف، يعني باش يعني ما نديروش مغرفه تاع قهوه ما تاخذلناش الخميره، على حسب كميه تاع الدقيق والفارينه اللي انا حين نستعملوها. وناخذ مغير فتح سكر، ما نكثروا السكر خاطر هاد الخبز اللي انا حين نديروه يعني نقدروا ناكلوا به حاجه كيما نقولوا مالح. والملح انا نفضل في الاخير، وما ذكرت لكمش الزيت، انا الزيت راني حنديرها في الاخير. نخلي الخميره تاعي يعني تاخذ نتيجه باش نكملوا كاع المقادير تاع هاد الخبز. انا الخميره تاعي راهي خدات يعني وقت، نزيدو نخبطو هذاك البلون دوف. انا ناخد غير البلون دوف نخبطو مليح، بسم الله راني ندخلو. نزيدو هذاك الدقيق تكون رقيق، يعني نخلطوه مليح كيما راكو تشوفو. ونزيدو نخلو هاديك 10 دقايق حتى 15 دقيقة يعني يخبر لنا. يعني الخميرة تاعنا راهي خدات وقت، دوك نديرو نبداو نستعملو. الحاجة الأولى ناخد هداك الحليب، وأنا هنا راني غربلت الفارينة تاعي ودرت لها قريصة تاع ملح، ما يخفالكمش لازم الملح يكون. نبدا الحليب زوج مغارف تاع الماكلة، وناخد الفارينة. انا ما كيلتش، انا دوك نقول لكم على ما كيلتش، انا رايحه نديرو خفيف كي نبدا نستعمل يديا. ونقول لكم ولا ندير يعني 350 غرام ولا نوصلو حتى 450 غرام، ونبدا نكمل الزرار. على هنا قلت لكم ندير شويه في الاول يعني في العجين تاعي، وفي الاخير يعني كي نكونوا التزيين زيدولو شويه الزراره. دوك نبدا قبل ما ندير الزيت، بسم الله. انا هنا درت كيما نقولوا شتو الكيل تاع اللاتاي، يعني الفنيجل تاع اللاتاي. انا هنا عندي فنجان كيلت يعني بيه، بصح انا هنا انتو تقدروا ديروا حتى 4 مغارف 5 تاع الزيت كيما راكم تشوفوا. شوفوا انا هنا هذا هو القوام يعني اللي راني حباته في الخبز تاعي، مانيش رايحه يعني تقلو، حبيت يعني نوريلكم. نحط هذا الزيت باش نوريلكم
يعني هكذا ما نزيدولوش كاع الفارينه، يعني هذا هو قوام القوام تاع الخبز تاعنا، نحبوه هكذا يعني يلصق في اليد باش يجينا، يعني يجينا خفيف يعني بالبزاف. انا هنا دوك نستعمل هذيك الزيت، بسم الله دخل هذيك الزيت ونقعدو يعني نديرو هاد الطريقه، ماشي نعجنو يعني ندخلو غير الزيت تاعنا وخلو يعني الخبز كي تدخل هذيك الزيت، يعني نتركو الخبز تاعنا ونغطو عليه ونخلوه يخمر مدة 20، يعني على حساب البوري يعني البرودة تاع الدار تاعكم. هاو الجو شوية بارد، تقدروا يعني يكون الجو شوية الكوزينة سخونة يخمر لكم تمتم، يعني ولا درتو فيه مضرب يعني شوية فيه البرودة تقدروا توصلوا حتى يعني 25 دقيقة. أنا هنا سلك يديا وخلي الخبز تاعي يخمر، وبعد ما يخمر نكملوا طيبوه ان شاء الله. وانا هنا وجدت يعني السنيوه تاعي ودرت لها لو بابي كويسون ورق الطار، وانا حين نديروه على درجه حراره 180، وهذا الخبز ماهوش راح يطلب يعني وقت كبير، 20 دقيقه يعني يكون طاب. بعد ما يطيب على حساب كل واحد على حساب الفرن تاعو، يعني كاين لي يطيب في 25، كاين لي في 20 دقيقه، يعني نزيدو نشعلو له شويه لا ريزيستونس باش نحمرو الخبز تاعنا. انا دوك الخبز تاعي بعد ما يخمر يعني ندخلو الكوشه باش يعني يطيب. شوفوا انا هنا راني وجدت هذيك لو جون دوف تاعي كما راكو حين تشوفوا معايا، وجدت مغير فاتح حليب، راني حندير مغير فاتح حليب كميه غير صغيره تاع الحليب، ويعني نخبطها بالفرشيطه كما راكو تشوفوا، راني وجدت الفرشيطه باش يعني نستعمل غير مغير، فما كثرش في هذاك الاصفر يعني لو جون دوف كما راني نفهمكم. وبالنسبه للخبز تاعي شوفوا كيفاش خمر لي، الله الله طلع لي. دوك انا مانيش حنطمو كاع يعني بالفارينه، راني حنستعمل غير الزيت هذا ما كان. شوفوا يعني انا هنا راني حنستعمل كيما راكو تشوفوا يعني كميه تاع الزيت، قيس يعني كميه غير صغيره كيما راكو تشوفوا باش غير نطموه. شوفوا الزيت اللي راني حنستعمل قيس غير فا كبيره، ويعني على الاطراف بسم الله ندخلو كاع هذاك يعني هذاك الزيت نطموها باش يعني ما ندير ما نتقش بالفارينه. انا مانيش حابه نتقل الخبز تاعي كيما فهمتكم، قلتكم انا نستعمل يعني غير الزيت باش يجينا الخبز الله يبارك كي القطن. وانا هنا دوك نطمو ان شاء الله ونوريه لكم. الخبز تاعي راني درته في السليوه كيما راكو تشوفوا بسم الله، وكي نكونوا نقرصوا فيه يعني ما نحبيناش نقرصوه بزاف، كل واحد على حساب واش يحب. كاين اللي يحب الخبز تاعو يجي عالي يعني مليح ويجي فيه هذيك الفتاته، وكاين اللي يفضل يعني ما يديرش بزاف الفتاته، يعني كل واحد كيفاش يحب. انا هنا راني كيما راكو تشوفوا راني نقرصوا فيه ونعاود نولي لكم ان شاء الله. شوفوا كيفاش راني حندير، كملت يعني كملت يعني كيما راكو تشوفوا قرصتو. انا هنا ناخذ غير هاد يعني هاد شوب غير صغير بسم الله، واني حندير له هاد العمليه غير في الوسط برك كيما راكو تشوفوا. يعني بالنسبه للتزيين كل واحد كيفاش يحب يدير، انا راني حابه نفصل هاد ندير هاد عمليه يعني نعطيلو تزيين حتى في الاخير ونكملو. يعني دوك ما بقى لي غير ناخذ هذاك البيض كيما راكو تشوفوا بسم الله، يعني نحبطو مع داك الحليب ويعني ندير كاع هاد العمليه، نجوس عليه كاع ندخلو كاع داك الجون دوف مع داك الحليب كيما راكو تشوفوا، يعني ندخلوه كامل قبل ما نديرو له الزراره. حنا رانا كملنا درنا الزرارع تاعنا كيما راكو تشوفوا، يعني درنا كميه لاباس عليها. وانا هنا ببقى لي غير ندخل يعني الخبز تاعي للكوشه، ويعني نذكركم انا وجدت يعني الفوق تاعي مسبقا على 20 دقيقه، وانا راني حنطيبو على 180 درجه، ودوك ان شاء الله رانا رايحين ندخلو الخبز تاعنا، وبعد ما يطيب نوريه لكم واجد ان شاء الله. تاعنا الله يبارك حاو طاب، شوفوا كيفاه جا محمر، الله الله. دوك نقسمو هاو الخبز تاعنا تاع نهار اليوم اللي وجدناه، وقلتكم ما حبيتوش بزاف يجي ثقيل، دوك نوريكم يعني شوفوا الله الله كيفاش جاني. دوك نقسم واحد معاكم وتشوفوا الله يبارك بسم الله، صدقوني غير جا كي القطن. انا نحب حاجه كي تجيني خفيفه خفيفه ما تصوروش. شوفوا راهو سخون
وجانا هايل، وانا نحب هاد الخبز كي نديرو يعني نذكركم يعني نديرو في شهر رمضان، يجيني خفيف مع الشربه صدقوني يعني جانا خفيف الله الله كما راكو تشوفوا. وان شاء الله نتلاقاو في وصفات واحد اخرين باذن الله، ما نقولكم غير يعني دعموني بالمشاركه باش نقدر نوصل معكم يعني الوصفات، اي حاجه نعرفها نوصلها مع خواتاتي. وتهلاو في صحتكم وفي امان الله.